شوف بقى يا زغليل الفيل، النهارده احنا في فرح ستاين هاي نايف مختلف. انتوا بقى واخدين على الافراح بقى البلدي بقى واللوكر والحاجات دي يعني؟ لا مؤاخذة مش هينفع الكلام ده معايا. هتيجي لحظة مهمة قوي بتاعت العروسة لما تحذف ثبت الورد. أفوجئ بيكوا بقى انتوا بتتشقلبوا بتتمرمغوا وهتموتوا بعض على الثبت؟ الكلام ده مش هينفع. ماشي؟ الأوف أنا بخة؟ أم هدير هتتعبيني؟ هتسلمي الخيمة وهتروحي. ده إيه الحر ده؟ الله ينتقم من أمك يا بخ، أنا إيه اللي خلاني أسمع كلامك بس؟ وإيه منظارك ده يا بت؟ أنت سخطتي ولا إيه؟ مكياجي سحم الشمس يا عصفور. مكياجي سحم الشمس؟ ده أنا وربنا خايف منك أنا تاشا. هموت. إيه يا عم؟ جاتني ضربت، ضربت شمس. ضربت شمس إيه يا عم؟ أنت مت ولا يا عصفور؟ الحق يا عصفور الحق. فين انت كمان؟ عم هيصه مرمي قدامك اهو، مغمى عليه او مات تقريبا من الشمس. طب فين بخه ابن الجزمه؟ واقف مع البرايد ميبس اللي هناك دول. انت انا بخه ابن الجزمه؟ ايوه. تعالى هنا. ايوه جاي جاي يا عصفور. زغليل الفيل ورايا. خد تعالى هنا يا ابن الجزمه. ايه مبهدوفه مبهدلني ليه من الصبح وبهدلني قدام الناس؟ انا اللي مبهدلك يا ابن. اسكت بس كده، اقعد هتفضحنا. اقعد هروقك. اعزائي المعازيم في كل مكان، حانت لحظه المفاجاه، اللحظه التي تتمناها كل بنت عانس. الان مع الورد. العروسه ناتاشا معانا، اتفضلي بحزمه الورد اللي معاكي لفي، ويا ناتاشا هوبا هترميها. الفيل اللي هيلقطها ليه عندي عريس بنظام. ها يلا ناتاشا خشي هوبا. ايوه هوبا هوبا. ايه ده ايه ده يا شمع الدوية؟ بس مرفوج يا عفوك. اتفضل يا حضرة المعذور، اتفضل يلا بسرعة قبل ما اموت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نجدنا يا مولانا بسرعة. أين وكيل العروسة؟ مسورق هناك اهو، بس أنت جهز كل حاجة وهو يجي يبصر. شمس بالحب بس يا مولانا. ها صريح باشا. عصفور أنا عايزك طيران على المركب اللي اتخطفت وتنقذ الرهاين اللي هناك. يلا وبأقصى سرعة. بقول لك إيه، الكلام كتر عليك. أجهز إيه بس يا صريح باشا؟ ما ينفعش، ده أنا كاتب كتابي حالا. أنت ما ينفعش تعمل غير اللي أنا بطلبه منك وبس، مفهوم؟ أنا بدفع لك فلوس، يعني تنفذ اللي أقول لك عليه وفورا، فاهم ولا لأ؟ طب خمسة بالحب بس يا صريح باشا وهكلمك كده. ماشي يا صريح باشا، سلام. كمل انت مولانا. في ايه يا عصفور؟ حسيت كده دغري كده يا بت ناتاشا، في سفينه اتخطفت في اسكندريه وصريح باشا عايزنا نروح انقذها. وماله يا اخوي؟ ما تروح. وماله ازاي بس يا ناتاشا وكاتب كتابنا ده؟ طب وماله يا اخوي؟ روح، المشوار زي ده هو مش هياخد اكتر من نص ساعه. وبعدين يا عصفور ده انت ملففني العالم كله في ساعه واحده. ما بيني وبينك يا بت ناتاشا الحق اروح وارجع في نص ساعه، بس برضك يعني مش هين عليا اسيبك في يوم زي ده. عصفور انا بقول تروح عشان ربنا يفتح علينا، دي ليله الدخله برضك. روح يا اخويا. انت عسل يا بت، هروح وارجع بسرعه. اظبط الهباب اللي في وشك ده. يلا.